السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء، طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي منسوب شركة آفاق التعليمية، أهلا وسهلا بكم. أنتم اليوم على موعد جديد ودرس جديد من دروس مادة لغتي. درسنا اليوم يا أبطال هو نشاطات التهيئة ونص الاستماع من الوحدة الثامنة. أصل صاحب المهنة في القائمة الأولى بما يناسبه في القائمة الثانية. أحسنتم يا أيها الأبطال. الطبيب نصله بالسماعة. أحسنتم يا أبطال. الحاسوب نصله بمتخصص الحاسوب، محاسب وغيره من المهام. المصور يحتاج إلى الكاميرا. أحسنتم يا أيها الأبطال. المجهر والتلسكوب نصله بمحضر المختبر. اكتشف الاختلافات الخمسة بين الصورتين. أحسنتم أيها الأبطال، بارك الله فيكم. أرتب مراحل خياطة الثوب. أبطال، الصورة الأولى، الثانية، الثالثة، وهنا ينتهي الثوب في الصورة الرابعة. ننتقل أيها الأبطال إلى نص الاستماع. في حديقة الأزهار كانت هناك فراشة صغيرة تطير من زهرة إلى زهرة. قابلت صديقتها النحلة العاملة فقالت لها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردت النحلة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالت الفراشة: أراك اليوم نشيطة وسعيدة مثلي، تعالي نمرح سويا ونطير بين الأشجار. ردت النحلة: أنا أحب أن ألعب معك يا صديقتي، ولكني لا أستطيع اللعب الآن. قالت الفراشة: لماذا لا تستطيعين ذلك؟ هل أنت غاضبة مني؟ قالت النحلة: لا يا صديقتي، ولكنني أعمل الآن لأجمع رحيق الأزهار، ثم أتعاون مع رفيقات النحلات العاملات لنصنع العسل اللذيذ. قالت الفراشة: وكيف سألعب وحدي؟ قالت النحلة: لن تلعبي وحدك، سألعب معك، ولكن بعد أن أنتهي من عملي. قالت الفراشة: أنا موافقة، سأنطلق لأعمل بنشاط مثلك. قالت النحلة: أحسنت يا صديقتي، وتذكري أن تعملي بجد وإخلاص، فالله يحب المخلص في عمله. كم عدد الشخصيات التي تحاورت في النص المسموع؟ 2، الفراشة والنحلة. أستمع وأضع علامة صح أمام الخيار المناسب فيما يأتي. قالت النحلة للفراشة: أحسنت يا صديقتي، وتذكري أن تعملي بجد ونشاط. أحسنتم، وإخلاص. بجد وإخلاص. من قابلت الفراشة؟ النحلة العاملة أم ملكة النحل؟ النحلة العاملة. ماذا طلبت الفراشة من النحلة؟ أن تطير معها بين الأزهار. أستمع وأضع علامة صح أمام الحدث الذي سمعته في النص. طرقت النحلة عملها وأخذت تلعب مع الفراشة. ستلعب النحلة مع الفراشة بعد أن تنتهي من عملها. أحسنتم، ستلعب النحلة مع الفراشة بعد أن تنتهي من عملها. أستمع وأضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة. أي الأسماء الآتية لم يرد في النص؟ زهرة، نحلة، فراشة، سيارة. سيارة. بارك الله فيكم أيها الأبطال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.